كان يدرس الشيخ بن عثيمين رحمه الله طالب أو طالبين فقط، 23 سنة تقريبا يدرس الشيخ طالب أو طالبين. عندما كثر الطلاب وأصبحوا 1000 أو 2000 يقولوا طريقة الشيخ واحدة، أداء الشيخ واحد، تحضير الشيخ واحد. لماذا؟ إخلاص، يعني ما تغير الشيخ، ما يهتم يجلس واحد أو يجلس 1000 ما يضر. عندنا في الحديث والنبي وليس معه أحد، لم يترك التوحيد، ثبات. يقول ابن القيم رحمه الله فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد.